أنا الشاعر أشرف الغرباوي من مصر، مقيم هنا في فاس بقالي حوالي 4 شهور. عرفت إن هنا في ندوة شعرية بصدد مسرحية الفرد، يعني الأستاذ بوصوف الحسن. بوصوف الحسن جيت استمتعت جدا بالأستاذ بوصوف الحسن، حاجة رائعة، فنان كبير، وكان موجود توقيع للديوان لشاعر ما أنا مش فاكر اسمه صراحة، وكانت في فرصة إن أنا ألقي قصيدة بعنوان أنا مالي. الحمد لله والشكر لله الجمهور تفهم الهضرة المصرية يعني، وأنا كنت متخوف إن هم يكونوا مش واخدين بالهم من الهضرة المصرية، لكن هم واضح إن هم التمصير حصل من خلال الإعلام المصري وكده، وهم كانوا مستوعبين معايا النص الحمد لله، ورسالتي وصلت بشكل أو بآخر. وأنا متشرف إن أنا في فاس مدينة العلم اللي هي قبل السوربون وقبل كامبريدج كان فيه القرويين، فالحمد لله والشكر لله. أنا مبسوط جدا في فاس، مش حاسس بغربة أبدا، فاس ما تحسش فيها بغربة، الحمد لله والشكر لله على كل حال.